إتمار بن غفير ظاهرة انتخابية صاعدة تعكس تنامي قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وربما قد يشكل مفاجأة الانتخابات ليغدو حزبه عظمة يهودية القوة الثالثة في الكنيست بعد حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وهناك مستقبل برئاسة يائير لابيد، تطور قد يعيد رسم الخارطة السياسية لأول مرة في إسرائيل. وبن غفير البالغ من العمر 46 عاماً وينحدر من أصول عراقية، كان عضواً سابقاً في حركة كاخ المدرجة على قوائم مراقبة الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، ويدخل كرقم صعب في الانتخابات في ظل عدم تمكن الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة من حسم الانتخابات لصالحها، ويرجح أن تكون له الكلمة الفصل في صياغة تركيبة الحكومة المقبلة رفقة أحزاب يمينية متطرفة صغيرة مثل الصهيونية الدينية بزعامة بيتسل إل سموتريتش. ويتوقع أن يمنح بن غفير نتنياهو دفعة قوية لحسم نتيجة الانتخابات في سباقه للعودة إلى كرسي الحكومة مقابل توزيره في إحدى الحقائب السيادية.